الفيضانات وانهيارات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 36 شخصاً على الأقل في ولاية ساو باولو وفق السلطات البرازيلية. لقطات من بلدة سان سيباستيان انتشرت بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أحياء بأكملها غمرتها المياه وحطام منازل جرفتها التربة وطرقا سريعة غارقة وسيارات دمرتها أشجار متساقطة. حكومة الولاية قالت في بيان إن أزيد من 200 شخص أصبحوا بلا مأوى، وتم إجلاء أكثر من 300 شخص من المنطقة الساحلية شمال مدينة ساو باولو، فيما تعمل طواقم الإنقاذ على مساعدة المتضررين من العاصفة. ومن جهته أعلن حاكم ولاية ساو باولو حالة الطوارئ في 5 مدن على طول الساحل.